أهدى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وذلك عقب إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 تحت عنوان سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة. وقال وزير الصحة إنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ودستور جمهورية مصر العربية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تبنى محاوره على التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي والتحول الرقمي.